شكرا لزميل خالد جاسم، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس هنا من الأحساء ومن ملعب نادي الفتح. من اللاعبين المحترفين خارجيا سعود عبد الحميد الآن عرضية داخل منطقة الجزاء، البداية الآن للتصدي للمحاولة القادمة وللكرة القادمة. لاعب التعاون يبحث عن أول أهداف في الدولية في مباراته الدولية الأولى، محاولة منعوبة لكن أيضا تغطية وإبعاد، وكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان. بينما نشاهد هنا اللاعب عباس الحسن، الرجل الذي يلعب مباراته الدولية الأولى، أيضا هو الآخر صاحب 19 سنة لاعب نادي الفتح والشقيق الأصغر لعلي الحسن لاعب نادي النصر، الرجل الذي سبق وأن مثل الأخضر دوليا ويغيب عن الحضور من خلال هذه التصفيات وهذا التوقف الدولي على أمل العودة في المرة القادمة. يغيب العلي الأكبر ويحضر الشقيق الأصغر، علي الحسن يغيب وعباس الحسن موجود في أرضية الميدان، بالإضافة أيضا إلى معاذ فقيه رجل الذي يلعب مباراته الدولية الأولى أيضا هو الآخر بقميص منتخب السعودية. في الجانب المقابل ستيفن كونستانتين المدرب الإنجليزي مدرب منتخب باكستان يبدأ بيوسف بوت في حراسة المرمى، حارس مرمى يلعب في الدنمارك في أحد أندية الدرجة الثالثة هنالك في الدنمارك، أمامه محمد عمر حيات ومأمون موسى خان، جنيد شاه وعبد الله إقبال، إقبال أيضا هو الآخر يلعب في الدنمارك في أندية الدرجة الأولى. في المنتصف رهش نابي وتشاياك دوست وفريد الله وأوتيس خان، رجل الذي يلعب في كرة القدم الإنجليزية وفي الدرجة الثانية في إنجلترا، مو البريمير ليج ولا الشامبيونشيب، لا يلعب في الليج 2 هنالك في إنجلترا أوتيس خان، بالإضافة إلى علي جير غازي، وفي المقدمة عبد الصمد أرشد، هذا المدرب كونستانتين المدرب الإنجليزي صاحب 61 سنة مدرب منتخب باكستان، الرجل الذي يمتلك خبرة على مستوى المشاركة مع منتخبات جنوب آسيا بحكم أن سبق وأن درب منتخب الهند وكان حاضرا مع منتخب نيبال ولعب أيضا في بطولة الدوري الهندي ودرب فريق نادي إيست بنغال هنالك في الهند، وبالتالي يجد خبرة في مسألة التعامل مع لاعبين جنوب آسيا وبالتحديد الهند وباكستان. بينما هنا روبرتو مانشيني وبجواره يايا توري لاعب السابق أيضا مع مانشستر سيتي وبرشلونة والرجل الذي حقق العديد من الأرقام والإنجازات على مستوى كرة القدم الأوروبية ومع منتخب بلاده منتخب ساحل العاج. وتشكيلة مباراة اليوم رغم من علامات الاستفهام الكثيرة لكن أيضا هنالك الكثير من الآمال، الكثير من الجماهير أيضا، الملعب على فكرة امتلأ قبل بداية المباراة بتقريبا 40-45 دقيقة، لكن معظم الجماهير الآن تقف في الجزء العلوي من مدرجات ملعب المواجهة لكي تقي نفسها غزارة الأمطار التي تتهاطل وتتساقط حاليا على أرضية ميدان المواجهة هنا في ملعب نادي الفتح أحد الملاعب الجديدة في كرة القدم السعودية، وبدأت تردد بشكل مبكر جدا أيضا. الله الله يا منتخبنا على أمل تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار والانطلاقة الأولى أمام المنتخب الباكستاني هنا في هذه المجموعة ومن خلال أحداث هذا اللقاء الذي يذهب إلى نتيجة التعادل السلبي. نذكر أيضا بأنه قبل بداية هذه المواجهة وفي إطار مباريات نفس المجموعة طاجكستان سجلت والأردن تعادلت، يقص طريق المونديال ويبدأ الخطوة الأولى إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. صالح الشهري يسجل هدف التقدم في الدقيقة 6 لمصلحة الأخضر وبتسديدة في غاية الروعة يأتي ويعدل النتيجة أو يتقدم بنتيجة المواجهة بهدف في شباك الحارس يوسف بوت. هذه الكرة هذه المحاولة بدأها صالح وتقدم بعد ذلك إلى محمد مران، حاول مران إلى صالح بالقدم اليسرى، لا 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 أول الأهداف عن طريق صالح الشهري، يأتي هدف أول
هذه الكرة، هذه المحاولة والتسديدة بعد ذلك في شباك يوسف بوت، أول الأهداف إذا لمصلحة الأخضر، يأتي عن طريق صالح الشيري، يسجل صالح هدفه الدولي رقم 12 في 27 مباراة دولية سابقة، سجل 11 هدف واليوم يسجل في هذا اللقاء. نعلم تماما بأنه هو من عدل النتيجة في استاد لوسيل أمام المنتخب الأرجنتيني في المباراة التاريخية للأخضر في مونديال قطر 2022، لذلك اللقاء الذي حقق من خلاله الأخضر الانتصار على حساب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد. صالح كان قد سجل هدف الافتتاح للأخضر وآخر أهدافه بقميص منتخب المنتخب السعودي ذلك كان في نوفمبر من العام الماضي. اليوم بعد تقريبا عاما كامل، بعد عام كامل يعود من جديد ويسجل هدفا دوليا آخر. كرة فيها بطاقة صفراء تأتي على اللاعب شاياك دوست، لاعبي خط الوسط الصغير صاحب 20 سنة، لاعب المنتخب الباكستاني، يحصل على البطاقة الصفراء بعد تدخل ما بينه وما بين سعود عبد الحميد. يأتي حكم المواجهة الحكم السوري، طاقم تحكيم سوري بالكامل بالمناسبة يدير مباراة اليوم بقيادة الحكم الدولي حنا حطاب. وبالمناسبة أيضا فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو المسؤول عن تعيين الحكام في التصفيات الآسيوية، مو الاتحاد الآسيوي، هذا كونستانتين المدرب صاحب 61 سنة، الرجل الذي بدأ المشوار قبل فترة قصيرة مع منتخب باكستان، نجح وللمرة الأولى في تاريخ المنتخب الباكستاني من تحقيق انتصار في تصفيات كأس العالم. باكستان عندها فوز وحيد فقط في تصفيات كأس العالم، بالرغم من أنها بدأت فعليا المشاركة في التصفيات في عام 89، بدأت في تصفيات كأس العالم إيطاليا 90، واستمرت في كل التصفيات التي تلت بعدها، أمريكا 94، فرنسا 98، كوريا واليابان 2002، 2006 في ألمانيا، 10 في جنوب أفريقيا، 14 في البرازيل، 18 في روسيا، والأخيرة في قطر. شاركت في كل هذه التصفيات، لعبت 34 مباراة قبل الانتصار على كمبوديا في التصفيات التمهيدية الحالية. لم تكن باكستان قد حققت أي انتصار في تصفيات كأس العالم، وبالتالي بقيادة كونستانتين نجحت في تحقيق انتصارها الأول والوحيد في تاريخ مشاركاتها السابقة في تصفيات كأس العالم. بكل تأكيد تعلم تماما بأن المهمة اليوم شبه مستحيلة، لكن الظهور بشكل جيد من خلال أحداث هذا اللقاء يعطي على أقل تقدير شكل مختلف وأمل لباكستان من أجل التأهل لبطولة كأس آسيا 2027. كما ذكرت في إطار مباريات نفس المجموعة، طاجكستان تقدمت في الدقيقة 90 والمنتخب الأردني نجح في تحقيق التعادل عن طريق اللاعب يزن عيمات لاعب النادي الأهلي هنا في دولة قطر وفي دوري نجوم إكسبو. عيمات عادل الأردن في مباراة أقيمت في إطار منافسات هذه المجموعة، انتهت بالتعادل 1-1. كرة بمحاولة من الجهة اليسرى، عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، سعود يهيئ الكرة، تسديد تأتي عن طريق من؟ اللاعب فيصل الغامدي، الغامدي هو اللي سدد الكرة الماضية والمحاولة اصطدمت، وبعد ذلك الكرة عادت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى أن تكون حاضرة برمي التماس. الأخضر يبحث عن ثانية الأهداف هنا في هذا اللقاء، يبحث بكل تأكيد عن الخروج بنتيجة كبيرة. الأهداف مهمة، مهمة لصدارة المجموعة، مهمة لعدم الدخول في أي حسابات. الأخضر مرشح فوق العادة بكل تأكيد، أمر طبيعي جدا بأن يتأهل يصل إلى الدور القادم، لكن دائما وأبدا يجب أن يكون المنتخب السعودي مقنعا، يجب أن يكون مقنعا حتى يصل إلى أدوار متقدمة من منافسات هذه البطولة ويصل إلى الدور القادم من بطولة كأس التصفيات النهائية، وبعد ذلك ضمان الوصول إلى نهائيات كأس العالم. نعرج سريعا على نتائج المنتخبات العربية المشاركة في هذه التصفيات. الأردن تعادلت مع طاجكستان، لبنان وفلسطين فريقين تعادلوا سلبيا في المواجهات التي جمعت ما بينهم، العراق بخماسية على منتخب اندونيسيا، الإمارات برباعية
على منتخب النيبال. السعودية تتقدم الآن، الكويت متعادل سلبيا مع الهند. وبعد نهاية هذا اللقاء اليمن والبحرين، نذكر أيضا بأن العنابي حاليا متقدم بسداسية على أفغانستان ومنتخب عمان بهدفين مقابل لا شيء على المنتخب التايوان الصين تايبيه. وبالتالي هذه نتائج الفرق العربية حاليا على مستوى منافسات هذه البطولة في المباريات المقامة حاليا، وبانتظار أيضا المباريات التي ستقام بعد نهاية أحداث هذا اللقاء. لكن تغطية لقنوات الكأس لمنافسات وتصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وتغطية حصرية لمباريات الأخضر على أرضية ميدانه أمام باكستان اليوم، وبعد ذلك الأردن، وبعد ذلك منتخب كيرغيزستان في رحلة أخرى من أجل الوصول إلى بطولة كأس العالم هنالك في أمريكا وفي كندا وفي المكسيك. كرة بمحاولة ملعوبة لمصلحة الأخضر عن طريق اللاعب محمد مران، وتسديد تأتي من محمد إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى، ركلة مرمى. هذا 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 روبرتو مانسيني، التجربة الثانية بالنسبة لمانسيني على مستوى المنتخبات مع إيطاليا. بدأ المهمة في 2018 ووصل بعد ذلك إلى أن يكون بطلا لبطولة أمم أوروبا 2020 التي أقيمت في 21، فشل نعم في التأهل إلى نهائيات كأس العالم نعلم تماما، والآن يأتي لأن يقود المنتخب السعودي في أول مباراة رسمية بعد المباريات الودية التي لعبها في الفترة القادمة. والأخضر بقيادة هذا الرجل في الفترة الماضية خسر من مالي، تعادل من نيجيريا، وكان قد لعب مباراتين بقيادة روبرتو مانسيني. كرة بمحاولة ملعوبة إلى خارج أرضية الميدان، تأتي التوجيهات من ستيفان كونستانتين، بينما هنا جماهير الحسة، جماهير الأخضر. شوف اليوم الكل تحت راية التوحيد دائما وأبدا وبعلم المملكة العربية السعودية، يتواجدون من أجل مساندة المنتخب ويقفون خلف منتخب بلادهم. لا ألوان في هذا اللقاء، الكل بلون واحد وبراية واحدة وبنغم واحد وبصوت واحد يهتفون باسم البلد، وبكل تأكيد الأمنيات من أجل الوصول والتأهل والتخطيط الذي يأتي من أجل تصدر هذه المجموعة وبعد ذلك الوصول إلى المرحلة النهائية من التصفيات. كرة في المنتصف، مختار علي يلعبها، تصل إلى عباس الحسن في الجهات اليسرى، الآن محاولة من وهاب فقيه، عودة بالكرة والمحاولة تصل إلى عون السلولي، عون أمامية ملعوبة، تنبكتي الكرة بيكوة، محاولة في الجهات اليمنى عن طريق سعود عبد الحميد، سيطر عليها سعود، يلعبها داخل منطقة الجزاء مثالية. اللقطة والكرة الماضية تمويه لكن أيضا لم تكن بالصورة المطلوبة، اللقطة الماضية من فيصل الغامدي عادت في الجانب المقابل، مرتدة لمصلحة المنتخب الباكستاني، انطلاقة من الجهات اليمنى، فريد الله اللاعب الذي يلعب في نادي مسلم فوتبول كلب ذلك في باكستان، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية، كرة رأسية جاءت عن طريق هذا فريد الله هو اللي يلعب الكرة الرأسية المافية، بعد عرضية من أوتيس خان قائد الفريق. هذه الكرة، هذه المحاولة وهذه الانطلاقة من الجهات اليمنى، قلت أوتيس يلعب في إنجلترا في الدرجة الثانية على مستوى كرة القدم الإنجليزية مع نادي غريمسبي، هنالك غريمسبي تاون في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية. هذه الكرة الرأسية طبعا راضي كل الرضا كونستانتين عن ما يقدم منتخب باكستان في الدقائق الأولى من خلال منافسات هذا اللقاء، وفيما يسجل أيضا حتى هذه اللحظة وصولا إلى أول ربع ساعة 16 دقيقة مرت على بداية أحداث هذا اللقاء، أول مواجهة رسمية ما بين الفريقين هنا في بطولة أو تصفيات آسيا، في كل البطولات تصفيات كأس آسيا، تصفيات كأس العالم، أيضا هنالك المشاركة على مستوى مثلا دورة الألعاب الآسيوية، المشاركة مثلا على مستوى دورة التضامن الإسلامي، باكستان تشارك دائما مع المنتخب السعودي في دورة الألعاب التضامن، لم يسبق وأن التقى المنتخبان قبل ذلك، وبالتالي هذه هي
المباراة الأولى ما بين المنتخبين رسميا على مستوى جميع المسابقات، يتقدم فيها الأخضر حتى هذه اللحظة بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب صالح الشهري. عادت في الجانب المقابل الآن رهيش نابي، محاولة خطيرة أمامية، عبد الصمد أرشد يسقط في أرضية الميدان. أرشد وحكم المباراة حنا حطاب يشير إلى استمرارية اللعب، لا وجود للخطأ في اللقطة والكرة الماضية، وبالتالي تصل سهلة عند حارسي وقائدي الأخضر في مباراة اليوم. والحديث عن محمد العويس، لأنه 30 سنة لمحمد العويس لاعب نادي الهلال. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة، وهنا الالتحام والسقوط في أرضية الميدان. عبد الصمد أرشد بالالتحام ما بينه وما بين عون السلولي، سقط في أرضية الميدان، وبعد ذلك يبدو أيضا بأن هذه اللقطة طبعا من غير قصد بليهي، من غير قصد في اللقطة والكرة الماضية لبليهي، وكانت الأمور حاضرة في هذه الكرة والمحاولة للمهاجم عبد الصمد أرشد، لاعب الذي يلعب في الدنمارك. عبد الصمد أرشد يلعب في الدنمارك مع نادي HIK في الدرجة الثانية، يتواجد نادي HIK الدنماركي يلعب له اللاعب والمهاجم عبد الصمد أرشد، وعندهم المدافع عبد الله إقبال يلعب في الدرجة الأولى في الدنمارك مع نادي بولد كلوبن، وعندهم حارس المرمى الحارس يوسف بوت يلعب في الدرجة الثالثة في الدنمارك أيضا مع نادي أيسوج في الدوري الدنماركي، وعندهم أيضا اللاعب راهيش نابي يلعب في الدوري القبرصي مع نادي أكريتاس موربو، هنالك في الدوري القبرصي لكرة القدم وفي الدرجة الأولى، وعندهم في غريمسبي تاون في الدرجة الإنجليزية الثانية اللاعب أوتيس خان. هذه الأسماء المحترفة خارجية الموجودة في أرضية الميدان من أصل 7 لاعبين يلعبون ويحترفون خارجيا مع منتخب باكستان. كرة بمحاولة الآن تصل إلى صالح الشيري، تسديدة تأتي وبعد ذلك كرة الشيري تبعد إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة تصل إلى ركلة ركنية. الشهري صاحب هدف في المباراة الوحيد، سدد لكن كرة مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية على يمين حارسي المرمى الحارس يوسف بوت في الدقيقة 20 من بداية أحداث هذه المواجهة. العوبة داخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك يوسف بوت يتصدى بينما هنا روبرتو ماشيني يفكر في قادم لحظات هذه المواجهة. الرجل الذي يمتلك بجواره أيضا مجموعة من الأسماء التي تعاون من خلال أحداث هذا اللقاء وفي الفترة الحالية على مستوى الجهاز الفني للأخضر، هنالك لومباردو اللاعب الشهير السابق الإيطالي أتيليو لومباردو، الرجل الذي يحظى بثقة كبيرة جدا عند روبرتو مانشيني، أحد الأسماء التي لعبت لمنتخب إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي، لكن تألق بكل تأكيد كان في فترة تزامنه مع روبرتو مانشيني في فريق لازيو. لومباردو مع مانشيني مع سيموني إنزاغي مدرب الإنتر الحالي، كانوا ضمن قائمة فريق لازيو اللي حقق آخر لقب لنسور العاصمة على مستوى بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم. كان لاعب مانشيني، كان لاعب لومباردو، كان لاعب في فريق لازيو عام 2001. مانشيني بالمناسبة كان مهاجم رائع، كان مهاجم رائع على مستوى كرة القدم الإيطالية، ولعب للمنتخب الإيطالي مجموعة كبيرة جدا من المباريات، وتألق مع فيورنتينا أو عفوا سامبادوريا ولاتسيو في مشواره كلاعب، واختتم مشواره أيضا مع نادي ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، ثم بعد ذلك اتجه كرة بمحاولة ملعوبة تصل إلى محمد را
ركلة مرمى عند يوسف بوت. هذا معاذ فقيه غير راضي طبعا على قرار حكم المواجهة حنا حطاب باعتبار أنه كان يبحث عن ركلة ركنية في يمين حارس المرمى يوسف بوت. جانب من جماهير كرة القدم العاشقة للأخضر القادمة من كل أرجاء المملكة، نعم أغلبهم جماهير المنطقة الشرقية، أغلبهم من الحسة، أغلبهم فتحاوية، لكن اليوم كما ذكرت الكل مع الأخضر، الكل مع الأخضر بالرغم من الظروف التي كانت قبل بداية المواجهة. شايفين الآن مع يعني تقريبا توقف الأمطار لاحظنا بشكل كبير جدا بأن المدرج ممتلئ بالكامل، وستشاهدون ذلك أيضا تباعا في لحظات قادمة من أحداث هذه المواجهة. عموما كرة إلى راية موجودة وتسلل بإشارة من أحمد صاحب أو الحكم المساعد الثاني في مباراة اليوم السوري والطاقم التحكيم السوري الحاضر من خلال أحداث هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء من أجل إدارة هذا اللقاء. بعد هذه المواجهة بالمناسبة المنتخب السعودي سيسافر إلى العاصمة عمان، وبعد 4 أيام من الآن أو 5 أيام على وجه التحديد راح يلعب مباراة أمام المنتخب الأردني هنالك في عمان، ثم بعد ذلك يستعد للدخول في منافسات بطولة كأس آسيا مع منتخبات عمان وقيرغيزستان وتايلاند. عمان وقيرغيزستان وتايلاند، نعم، في بطولة كأس آسيا التي ستقام في يناير وفبراير القادم بحول الله على ملاعب كأس العالم في قطر. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس، تلعب رمية التماس. المنتخب الباكستاني تدريجيا فقد رهبت البداية وبدأ الدخول إلى أجواء المواجهة. تنبكتي الآن حسان يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، لعب الذي كان حوله الكثير من الكلام قبل انطلاق منافسات الموسم، والرجل الذي بدأ مشواره، نعم، مع نادي الشباب، انتقل معارا في موسم إلى نادي الوحدة، وقبل بداية هذا الموسم كثرت العروض لحسان محمد أسامة التنبكتي من أجل الانضمام إلى أندية المقدمة والألقاب على مستوى كرة القدم السعودية مع ناديه السابق طبعا الشباب الذي كان يحظى بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي والخارجي إلى أن اختار في النهاية الانضمام إلى نادي الهلال. حسان التنبكتي لاعب المنتخب السعودي والرجل الذي كان حاضرا أيضا في بطولة كأس العالم الأخيرة بقميص الأخضر مع الأرجنتين بولندا والمكسيك. كرة إلى صافرة موجودة أو إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية على يمين حارسي المرمى محمد العويس، محاولة ملعوبة لمصلحة منتخب باكستان على مشارف في منطقة الجزاء، البحث عن الوصول، البحث عن التقدم، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب، والكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة أو رمية التماس. نلعب بشكل سريع، نلعب في الدقيقة رقم 25 على بداية الأحداث، والأخضر يتقدم بأول أهداف في هذه المواجهة عن طريق صالح الشهري، يبحث بكل تأكيد عن تأمين النتيجة، أمر مهم جدا معنويا أن يسجل الأخضر هدف آخر. باكستان لاعبين المنتخب الباكستاني وحتى الباكستاني اللي جاي في المدرج حاط في باله شغلة واحدة، شوط أول ينتهي بثلاثة أربعة، عندما يخرج في شوط المباراة الأول متأخرا بهدف واحد فقط، أمر سيعني بأن هنالك ثقة كبيرة جدا قد تتسلل إلى نفوس لاعبين المنتخب الباكستاني خلال شوط المباراة الثاني مع اهتزاز هذه الثقة في جانب الأخضر، وهذا ما أنا نتمنى حقيقة من خلال دقائق قادمة، نتمنى أن نشاهد هدف الاطمئنان في الشوط الأول. مهم جدا أن ينتهي الشوط على الأقل بهدفين أو ثلاثة. كرة بمحاولة ملعوبة الآن في منتصف في ملعب المباراة، مختار يلعبها إلى عون السلولي، البحث عن التقدم، التنبكتي حسان حاول في الجانب المقابل، تصل إلى البليهي، عمامية من علي، حاولت الوصول إلى صالح الشير، يبحث عن التقدم والمرور، ثم بعد ذلك العودة إلى حارس المرمى يوسف بوت، والضغط على بوت، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس. رمية التماس النتائج المميزة هو فوز المنتخب الماليزي على منتخب قيرغيزستان ب4-3، واحدة من أكثر المباريات تكافؤا، نعم، من خلال منافسات التصفيات الآسيوية الحالية. جاء
استثناء ذلك فأن هنالك نتائج كبيرة مسجلة إلى حد هذه اللحظة شاهدناها في معظم المباريات، وهذا أمر طبيعي جدا. لذلك من السهل جدا أنك أنت تحكم على المنتخبات المتأهلة للدور القادم والواصلة إلى المرحلة القادمة من منافسات هذه المجموعات التسع. بعدين الكلام كله بعدين، عندما يتم توسيع المنتخبات من 18 إلى 6 مجموعات أو إلى 3 مجموعات، كل مجموعة فيها 6 منتخبات يتأهل منها الأول والوصيف مباشرة إلى نهائيات كأس العالم. راح نتكلم عن نظام بطولة التصفيات الحالية المؤهلة إلى كأس آسيا وإلى كأس العالم، كأس آسيا 2027 في السعودية وكأس العالم 2026 في المكسيك وأمريكا. كرة بمحاولة أمامية ملعوبة لمصلحة الأخضر، خروج من يوسف بوت وإبعاد الكرة والمحاولة تصل السهلة إلى دائرة المنتصف، عادت من جديد لمصلحة الأخضر. البحث دائما وأبدا عن هدف قادم خلال اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة. كرة بمحاولة ملعوبة في الجهة اليمنى، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب. عودة بالكرة بعد ذلك من جديد، وصلت إلى عون السلولي. أول مباراة عون من التعاون، وعندنا أيضا معاذ فقيه من التعاون، أول مباراة دولية لهم من خلال هذه المواجهة. هذا بالإضافة إلى أن مختار علي وعباس، على مختار مش أول مباراة، لكن عباس الحسن اثنين لاعبي نادي الفتح، وبالتالي اليوم في أرضية الميدان عندنا التعاون والفتح والهلال والاتحاد والنصر، الأندية الخمسة التي تقدم لاعبيها لتشكيلة الأخضر والتي تبدأ أساسية من خلال أحداث هذه المواجهة. ونقطة إيجابية جدا قياسا إلى الأداء الكبير الذي يقدم الفتح والتعاون خلال منافسات بطولة الدوري هذا الموسم بانطلاقته في جولاته 13 الأولى. سعود عبد الحميد يلعب عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب. كرة تحولت إلى خارج أرضية ملعب، هذا عبد الله إقبال اللي ذكرت بأنه يلعب في الدنمارك في الدرجة الأولى في الدوري الدنماركي، صاحب 21 سنة مع منتخب باكستان، والرجل الذي يلعب مباراته الدولية العاشرة بقميص منتخب بلاده المنتخب الباكستاني. بينما نشاهد هنا اللاعب جنيد شا، طبيعي جدا بأن تكون الأسماء كلها أسماء يعني مألوفة بالنسبة لنا، معروفة بالنسبة لنا. 96 أكثر من 96% من الشعب الباكستاني، 97% منهم مسلمين من أصل 241 مليون نسمة. كرة فيها محاولة مرور، هذا مختار رجل الذي يلعب مباراته الدولية الخامسة، مختار بقميص الأخضر، والرجل الذي كان حاضرا في أكاديمية تشيلسي في فترة من الفترات قبل أن يتحول بعد ذلك إلى الإيردفيسي مع نادي فايتس في الدوري الهولندي لكرة القدم. وفي عام 2019 جاء لاعبا لنادي النصر، هذا الحاضر أمامنا الآن. والحديث عن مختار علي، الرجل الذي يلعب معارا في الفترة الحالية لنادي الفتح، صاحب 26 سنة. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لمصلحة المنتخب الباكستاني عن طريق اللاعب جنيد شا، وبعدت إلى خارج أرضية الملعب من أمام اللاعب راهي شنابي. نصف ساعة أولى على بداية أحداث هذه المواجهة، الأخضر يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب صالح الشهري، سجل مبكرا جدا في الدقيقة 6 من أحداث هذه المواجهة. وبالتالي نعم أعطى الأمانة الاطمئنان مبدئيا مبكرا، لكن الأمور لا زالت في بدايتها، الأمور لا زالت في بدايتها، ولا زال يبحث الأخضر عن هدف من أجل الاطمئنان أكثر وأكثر في شوط المباراة الأول، يبحث عن هدف من أجل الاطمئنان في شوط المباراة الأول. كرة بعد ذلك تعود من جديد لمصلحة المنتخب السعودي، حاول في منتصف الملعب حسان التنبكتي، يعيدها إلى عون
السلوسي يبحث عن التقدم، لعب في الجهة اليسرى إلى البليهي، أمامية الكرة اصطدمت فيك، وقف لعب. اصطدمت في حنة حطاب لحكم المواجهة، وبالتالي سيعيد أو سيستأنف اللعب بإسقاط هذا حنة حطاب. هذه الكرة من حنة حطاب، اصطدمت في حنة حطاب، وبالتالي يستأنف المواجهة بإسقاط الآن لمصلحة الأخضر. تعود المحاولة من جديد هنا في هذا اللقاء، الدقائق 31، نلعب في دقيقة رقم 32، الأمور بهدف مقابل لا شيء حتى هذه اللحظة، وننتظر الكثير، ننتظر الكثير. دائما عندما تكون الأمور متعلقة بالمنتخب السعودي، اليابان، كوريا، في القارة الآسيوية، هنالك أسماء تنتظر منها الكثير، تنتظر منها الانتصار، نعم، لكن أيضا الانتصار بأداء، بنتائج مقنعة، حضور جيد، وهذا ما ننتظره من المنتخب السعودي. اليوم المواجهة على أرضك ما بين جمهورك، كل الظروف تبدو متاحة، يعني باستثناء بعض الغيابات اللي ممكن أن لا تلقي ذلك الأثر الكبير على تشكيلة الأخضر في مواجهات اليوم أمام باكستان، لكن ممكن أن تكون بعد ذلك ظاهرة بشكل أكبر في مباريات قادمة، خصوصا الأردن طاجكستان أصعب شوي، الأردن وطاجكستان أصعب، لكن المتوقع كما ذكرت بأن في أمور واضحة على مستوى المجموعات التسع. في المجموعة الأولى يقول لك لا، قطر بتتأهل يا مع الكويت مع الهند بدرجة، المجموعة الثانية يقول لك لا، اليابان أكيد للدور القادم، المنتخب السوري وبدرجة أقل، كوريا جنوبية والصين في المجموعة، عمان ماليزيا ربما أو قرغيزستان في المجموعة الرابعة، إيران أوزبكستان في الخامسة، العراق فيتنام في السادسة، السعودية الأردن أو طاجكستان في المجموعة السابعة، الإمارات والبحرين من المجموعة الثامنة، أستراليا مع فلسطين أو لبنان من المجموعة التاسعة. بالتالي هذه هي المنتخبات اللي تروح للدور القادم، متوقعة جدا. لذلك يجب أن تحصل على ما هو متوقع أن تنتهي مواجهات اليوم برباعية خماسية على أقل تقدير، الأخضر السعودي في مواجهات المنتخب الباكستاني متوقع 3-0، 2-0 على أقل تقدير في شوط المباراة الأول، متوقع مباراة سهلة أمام منتخب باكستان من خلال هذا روبرتو مانشيني المدرب الإيطالي صاحب 58 سنة، الرجل الذي جاء قبل فترة قصيرة لتدريب المنتخب وبالتحديد في 28 أغسطس، البداية كانت في 28 أغسطس، وبالتالي أول مواجهة كانت مواجهة كوستاريكا، خسرها الأخضر في نيوكاسل به 3 أهداف، بعد ذلك أمام المنتخب الكوري خسرها الأخضر أيضا لنيوكاسل بهدف مقابل أهداف، تعادل مع نيجيريا، الخسارة بالمنتخب مالي، 4 مباريات، جمهور السعودي ما شاف انتصار مع المدرب روبرتو مانشيني، لكن كلها كانت مباريات ودية استعدادية، هذا أول لقاء رسمي، ذلك من المتوقع ومن المؤمن ومن المنتظر أن تكون نتيجة مرضية وكبيرة ومقنعة وانتصار ونقاط 3 في بداية مشوار تصفيات كأس العالم. كرة في محاولة الجهة اليسرى وبعيدة إلى خارج أرضية الميدان، هذا مانشيني والتوجيهات لفيصل الغامتي لاعب خط الوسط، الرجل صاحب 22 سنة الذي يلعب مباراته الدولية 3، لاعب الاتحاد مع بداية هذا الموسم قادما من نادي الاتفاق بعد مواسم لعبها مع الاتفاق، اليوم يظهر في تشكيلة المدرب روبرتو مانشيني أساسيا في المواجهات الأولى على مستوى تصفيات كأس العالم. كرة بمحاولة في الجهة اليمنى الآن عن طريق جنيد شاه،
وبعدت في التوقيت المناسب تغطية تاتي عن طريق محمد مران، يعود كثيرا مران من أجل مساندة لاعبي خط الوسط، وبالتالي يفقد، شوف مران وين، شوف صالح الشهري وين، وبالتالي وضعية يعني التشكيلة التي بدها روبرتو مانسيني يعني تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول اختياراته من خلال أحداث هذا اللقاء وقناعاته الشخصية على الأسماء اللي موجودة في أرضية الميدان وطريقة اللعب التي بدأ من خلالها هذا اللقاء. لذلك يبحث بكل تأكيد عن إثبات وجهة نظر خاصة فيه من خلال مباراة اليوم وبالاعتماد على هذه الأسماء. طيب مين موجود على مقاعد البدلاء؟ مين موجود على مقاعد البدلاء؟ سنتحدث عن الخيارات الموجودة لمانسيني في اللحظات القادمة. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سهلة عند حارس المرمى محمد العويس. العويس سيطر على كورته بالشكل المطلوب. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه كرة في أحضان محمد العويس. تغيير الاتجاه اللعب في الجهات اليسرى، محاولة خارج منطقة الجزاء، عرضية داخل المنطقة، سعود عبد الحميد يلعب الكرة الرأسية الآن. شوف سعود عبد الحميد المفروض أن يكون على الأطراف، هو من يتواجد كلاعب مهاجم ربما صريح في اللحظات الماضية من خلال الكرة العرضية. عموما تعود المحاولة من جديد الآن هنا في الجهات اليمنى، تصل إلى عون السلولي، يبحث عن التقدم. عون 7 دقائق أخرى متبقية قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، والأمور لا زالت بالهدف الوحيد المسجل حتى هذه اللحظة. صالح من أجل الثاني، صالح من أجل الثاني، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك إلى رمية التماس. أمامية طالت على محمد مران، هذه اللقطة فيها تغطية أيضا من عبد الله إقبال، سهلة في أحضان حارس المرمى يوسف بوت. أول مواجهة رسمية ما بين الفريقين، ومن خلال أحداث هذا اللقاء حتى هذه اللحظة 1-0. بوت ساقطا في أرضية الملعب، مطلوب كثير كثير حقيقة في مواجهة ما فيها أي تكافؤ على جميع المستويات. منتخب السعودي في التصنيف 5 آسيويا، والمنتخب الباكستاني في التصنيف 50 على مستوى القارة الآسيوية، منتخب السعودي في التصنيف 57 عالميا، ومنتخب باكستان في التصنيف رقم 193 عالميا. ما في أسوأ من باكستان على مستوى التصنيف الدولي غير 3 منتخبات فقط، 3 منتخبات فقط هي التي تعتبر المنتخبات الأسوأ على مستوى التصنيف، أقوام سريلانكا وتيمور الشرقية. هذه هي التي تأتي من خلال التصنيف كمنتخبات أقل من المنتخب الباكستاني. وبالتالي كما ذكرت منتخب الباكستاني من دون أي مشاركة حتى في كأس العالم، نعم كانت له مشاركات سابقة في بطولة كأس آسيا مرتين في عام 1960 و1968. هذا الرصيد الكروي الكامل بالنسبة للمنتخب الباكستاني على مستوى كرة القدم الآسيوية، مشاركتين فقط في كأس آسيا. كرة بمحاولة تصل إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس الآن، محاولة تعود من جديد، لا زالت لمصلحة الأخضر. الكرة على مشارف في منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب، عادت في الجانب المقابل البحث عن الكرة المرتدة. وبعد ذلك روبرتو مانسيني في ماذا يفكر؟
روبرتو مانسيني، وما هو القرار اللي ممكن أن يتخذه في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة؟ الانتصار نعم مطلب وأكيد ربما في مباراة اليوم، لكن جماهير الأخضر تعلم تماما، تعي تماما، تعرف تماما، تفهم كرة قدم، وبالتالي مجرد الانتصار من دون أي مستوى فني يعني بصعوبة المشوار في الأدوار القادمة. تتأهل إلى كأس العالم هذا أمر طبيعي جدا، ما راح تجيب شيء جديد يا روبرتو مانشيني، لن تعمل شيئا خارقا للعادة. الأخضر دائم التواجد في كأس العالم منذ كأس العالم 94 في أمريكا، نعم في نسختين، لكن عاد مرة أخرى ليفرض وجوده على مستوى القارة. الأخضر دائم منافس اليوم، يجب أن يعلم ذلك روبرتو مانشيني، وأنا أدرك أيضا بأنه يعلم بأنه يجب أن يكون منافسا على مستوى الألقاب القارية، وحتى عندما يذهب بعد ذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم يجب أن يدرك تماما أن موضوع التأهل يجب أن يحسم خلال بطولة كأس العالم الحالية والقادمة وبعد القادمة، أمرها محسوم بحكم استضافة المملكة. كرة بمحاولة إلى يوسف بوت، بعد ذلك أبعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد وفي منتصف ملعب المباراة عن طريق اللاعب مختار علي، 26 سنة مختار، بالمناسبة أصغر لاعب في أرضية الميدان هو معاذ فقيهي لاعب التعاون صاحب 21 سنة، وأصغر لاعب في المباراة لكن ليس حاضرا على مستوى التشكيلة الأساسية، يجلس على دكة البدلاء هو طلال حاج، لا أعلم إذا ما كان سيبدأ أو سيلعب ولو لحظات بسيطة من خلال أحداث هذا اللقاء، لكن أتمنى إذا سارت الأمور بشكل جيد بالشوط الثاني أن يظهر طلال حاجي. 16 سنة طلال حاجي من مواليد العام 2007 يتواجد على مقاعد البدلاء، ولو ظهر سنتحدث عنه لاعب نادي الاتحاد، رجل الذي نتمنى بحول الله مثل ما احنا نتغنى باللاعبين اللي موجودين في أوروبا، ونقول لامين جمال لاعب برشلونة في 16 سنة ولعب منتخب إسبانيا، وعندنا أسماء كثيرة جدا مثلت المنتخبات على مستوى كرة القدم الأوروبية، أيضا عقلية اللاعب العربي حاضرة، عندنا حاجي على مقاعد البدلاء، ونتمنى أن احنا نشوفه في لحظات قادمة إذا ما سارت الأمور بطريقة. 16 سنة الله يا حجي 16 سنة حجي، نتمنى أن احنا نشوفه في الشوط الثاني. بالمناسبة لو حدث ذلك قد يكون أمرا استثنائيا لاعب يشارك مع منتخب بلاده في 3 مراحل سنية في عام واحد، ولاعب يشارك مع ناديه الاتحاد في 3 فئات سنية، شباب وناشئين وفريق أول في عام واحد، نتمنى أن نشاهد حاجي. كرة بمحاولة ملعوبة الآن، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت بعد ذلك مران، أبعدت من أمام مران بعد طريق عبد الله إقبال، أمامية ملعوبة، وبعد ذلك عون السلولي يتصدى للكرة وللمحاولة، ويبدأ كرة جديدة لمصلحة الأخضر في الدقيقة الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة لشوط المباراة أو الوقت الأصلي للشوط الأول. كرة تعود في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة المنتخب الباكستاني، انطلاقة من الجهات اليسرى عرضية داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت المناسب، كرة بعد ذلك تحولت من علي البليهي إلى خارج أرضية الملعب، يحترم جدا اللاعب اللي أمامه البليهي، أمام كريستيانو رونالدو ولا قدام عبد الصمد عرفه، بكل ثقة ومن دون أي فلسفة تك إلى خارج أرضية الميدان، من دون أي فلسفة البليهي يبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية على يسار حارسي المرمى محمد العويس، الوقت الأصلي انتهى، نلعب في دقائق الوقت بدل الضائع، إبعاد الكرة والمحاولة يأتي عن طريق عون، أبعدت براسية من السلولي، عادت من جديد لمصلحة المنتخب الباكستاني، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تصدي وإبعاد في التوقيت المناسب، تعود المحاولة من جديد، صافرة موجودة وخطأ، المدرب الإنجليزي قد يكون من الأشياء المتكررة على مستوى كرة جنوب القارة، الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال، دائما تلاقي المدربين الإنجليز موجودين وبكثرة، أما على مستوى منطقتنا احنا يعني قليل جدا مشاهد مدرب إيطالي، وهذه تجربة بالنسبة للأخضر السعودي من خلال تواجد المدرب
روبرتو مانسيني على مستوى الإدارة الفنية. وبالنظر إلى تاريخ كرة القدم السعودية فإن مانسيني هو المدرب الإيطالي الأول الأول اللي درب الأخضر. إنجليز جو أوروغواياي، نعم عمر بوراس في فترة من الفترات الأوروغواياني، برازيليين كانوا موجودين، هولنديين كانوا موجودين، سيماريو برازيلي وبقية رفاقة ألمانيين. إذا نذكر أوتو بيستر كان مع المنتخب السعودي، أرجنتينيين كانوا موجودين، مجموعة من المدربين اللي دربوا الأخضر، حتى إيطالي أو إسباني إذا نذكر لوبيس كارو في فترة من الفترات درب المنتخب السعودي، الفرنسيين وآخرهم أيضا اللاعب أو هيرفيرينار عفوا. وأيضا على مستوى المدرب الوطني مجموعة من الأسماء جاءت للتدريب على الأخضر في تصفيات كأس العالم أو في تكملة التصفيات، لكن هي المرة الأولى التي يخوض فيها الأخضر التصفيات ومبارياته الرسمية بقيادة مدرب إيطالي. نعم المرة الأولى، نعم هي المرة الأولى بقيادة روبرتو مانسيني. ويجب أن ينسى فكره الإيطالي، هنا نبحث عن كرة قدم هجومية، نبحث عن كرة قدم ممتعة كما اعتدنا دائما وأبدا. كرة بمحاولة، لمسة يد، حطام يشير إلى استمرارية اللعب، ما في فار، ما في تقنية فيديو مستخدمة في هذه التصفيات، على الأقل التصفيات الأولية لكأس آسيا وكأس العالم. وبالتالي يأتي القرار باستمرارية اللعب والكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه اللقطة وهذه المحاولة وهذه لمسة اليد على مدافع المنتخب الباكستاني تشاياك دوست، حكم المباراة أشار بالاستمرارية، وبعد ذلك يأتي القرار لعدم وجود ركلة جزاء. ما في تقنية فيديو مستخدمة. عموما الدقائق الثلاث المحتسبة انتهت كوقت بدل ضايع، صافرت حنا حطاب، أعلنت نهاية شوط أول غير مقنع يا روبرتو مانسيني، باستثناء إن كانت هنالك ركلة جزاء أو لا. أنت مطالب بالكثير في شوط المباراة الثاني، ننتظر وإياكم ما سيحدث. الآن الصوت والصورة إلى مجلس قناة الزميل خالد جاسم. شكرا لضيوفك في المجلس. شاياك دوست يترك أرضية الميدان لاعب خط الوسط في تشكيلة المنتخب الباكستاني، والبديل هو اللاعب هارون الرشيد.
هارون الرشيد يدخل إلى أرضية الميدان، وأيضا فريد الله يترك أرضية الملعب، وبديله سيكون اللاعب عمران كياني. عمران كياني لاعب من الأسماء التي تتواجد خارجيا ويلعب في نادي وايت هوك في كرة القدم الإنجليزية، لاعب ب 21 سنة يدخل إلى أرضية الملعب. وقبل ذلك هنالك اللاعب هارون الرشيد حميد فهيم، هو من يدخل إلى أرضية الميدان، وبالتالي تبديلين للمنتخب الباكستاني يجريهم ستيفن كونستانتين مدرب المنتخب الباكستاني المدرب الإنجليزي على الأسماء التي بدأت شوط المباراة الأول، بينما يستمر روبرتو مانسيني بنفس الأسماء، العويس في حراسة المرمى، ليهي، عون السلولي، وحسان التنبكتي، أمامهم مختار فيصل الغامدي، عباس الحسن، معاذ فقيه، وسعود عبد الحميد، وفي المقدمة محمد مران وصالح الشري. أنا ذكرت في شوط المباراة الأول بأن معاذ فقيه أصغر لاعب في أرضية الميدان في الفريقين حتى هو اللاعب عباس الحسن، لاعب فريق الفتح، الرجل الذي يلعب مباراته الدولية الأولى، صاحب الفانيلا رقم 15 في تشكيلة الأخضر. كرة عند صالح، ركلة جزاء، نعم، مراقب حنا حطب قريب جدا في اللقطة الماضية يشير إلى وجود ركلة جزاء مبكرا جدا في شوط المباراة الثاني، وينذر المدافع، يبدو مأمون موسى خان. هذه المحاولة رمي التماس ملعوبة من معاذ فقيه، وبعد ذلك محمد أو هذا مأمون نعم، ركلة جزاء واضحة وقرار سليم من حكم المواجهة السوري حنا حطاب، ركلة جزاء أيضا لصالح الشهري قريب من إحراز الهدف الثاني. هنا نتحدث عن شوط أول كان يجب أن ينتهي بهدفين، الوضعية الآن مناسبة جدا من أجل تأسيس الأمور من خلال إحداث هذا اللقاء، من أجل الاطمئنان مبكرا جدا، عدم الانتظار إلى دقائق متقدمة من الشوط. صالح الشهري على تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة، صالح من أجل الثانية أهدافه، صالح يضع الكرة ويسجل الهدف الثاني في مرمى يوسف بوت، ويعلن عن هدفه الدولي رقم 13 صالح الشهري. إذن هدف ثاني يأتي هنا في هذا اللقاء، وأول ثنائية لصالح في قميص المنتخب السعودي، نعم أول ثنائية بقميص الأخضر تأتي من خلال أحداث هذا اللقاء، رجل سجل في شوط المباراة الأول، والآن من علامة الجزاء يضع الكرة في المرمى ويتقدم بالهدف الثاني، يفتح الطريق من أجل نتيجة كبيرة. نعم هو الأمر كذلك، ويجب أن يكون كذلك، يجب أن تكون مباراة اليوم بمثابة الرسالة يا أخضر، يجب أن تكون بمثابة التحذير، يجب أن تكون بمثابة الخطاب، نحن هنا من أجل الوصول إلى كأس العالم ولن نرضى عن ذلك بديلا، يجب أن يكون الأداء أكبر وأكبر. كرة تصل عن طريق مران، عرضية على مشارف المنطقة، وبعدت كرة محمد مران، عادت لمصلحة الأخضر مرة أخرى بأقدام اللاعب فيصل الغامدي، حولت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة المنتخب الباكستاني، البحث عن من انطلاقة في الجهات اليمنى، جنيد طالت الكرة أو هذا البديل هارون الرشيد طالت عليه الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب بتمريرة من عمران كياني هو اللي لعب الكرة والمحاولة الماضية وصلت إلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس على تنفيذها معاذ فقيه هو اللي يلعب رمية التماس، ركلة جزاء إذا سجل من خلالها الشهري هدف الدولي رقم 13 الثاني في مباراة اليوم، الثاني للأخضر، الرجل الذي دائما ما كان حاضرا على مستوى البطولات السابقة التي شارك فيها. صالح بالمناسبة بقميص المنتخب اليوم مباراة الدولية رقم 28 واليوم هدف الدولي رقم 13، نعلم تماما بأن الأرقام القياسية المسجلة على مستوى كرة القدم السعودية تأتي باسم من؟ على مستوى الهدافين لماجد عبد الله، أحد أساطير كرة القدم الخليجية العربية الآسيوية والهداف التاريخي للمنتخب السعودي ب 72 هدف
رقم من الصعب جدا 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 أعتقد، ومن وجهة نظر شخصية، أن يصل إليه مهاجم سعودي في الوقت الراهن ومن خلال السنوات القادمة. أيضا مرت أسماء ياسر وسامي ودوسري عبيد وسهلاوي والشمراني وغيرها من الأسماء على مستوى منتخب المملكة. الكرة بمحاولة وتسديد، الثالث ضاع الهاتريك يا صالح، والكرة بعد ذلك تعود الآن، لا وجود فيها للتسلل. حكم المباراة والمساعد أشاروا باستمرارية اللعب. صالح في مواجهة من أجل الهاتريك، لكن لم يستغل الموضوع في مواجهة حارسي المرمى يوسف بوت، هذه الكرة، هذه المحاولة، وبعد ذلك تعود عند المدافع علي البليهي. في لحظة كنت أتحدث فيها عن الهجوم التاريخي للمنتخب السعودي المسجل باسم ماجد عبد الله، اللي أعتقد شخصيا كل الأسماء اللي موجودة قادرة على أن تكون حاضرة تسجل تقود الأخضر، لكن ما في الهداف، اللي يمتلك تلك الإمكانيات اللي تجعل منه لاعب يعتمد عليه بشكل كامل خلال التصفيات كلها وفي النهائيات أيضا. طينة الأسماء القديمة، إذا ما كنا نتحدث، فإحنا نتحدث عن مجموعة كبيرة من الأسماء في الفترة الأخيرة، ظهور مثلا ياسر وقبل ذلك السهلاوي وطلال وعبيد الدوسري في فترة من الفترات أيضا، وقبل ذلك أيضا حمزة إدريس وبقية الأسماء الحاضرة وسامي الجابر بكل تأكيد على مستوى خط الهجوم في كرة القدم السعودية. غياب الهداف أمر حاضر حاليا على مستوى الكرة السعودية، أندية ومنتخبات، لكن أتمنى تكون مباراة اليوم فاتحة خير لصالح، يذهب بعد ذلك مباشرة للمنافسة على صدارة الهدافين هذه البطولة وهذه التصفيات. والحديث عن الهدافين وصدارة الهدافين، فإن الآن بعد نتيجة اللقاء المسجلة للعنابي أمام منتخب أفغانستان، ويعتبر المعز علي هو هداف هذه التصفيات برصيد 4 أهداف بعد ما سجل سوبر هاتريك في مواجهة منتخب أفغانستان التي تستمر ويتقدم فيها العنابي ب8 أهداف مقابل هدف. هذه كرة صالح الشهري، وهذا تصدي حارس المرمى يوسف بوت. يوسف يتصدى، حرم الشهري من هاتريك في مباراة اليوم ومن خلال أحداث هذا اللقاء. لاعب المنتخب الأسترالي جيمي ماكلارن سجل هاتريك في مواجهة اليوم. بالمناسبة لاعب المنتخب الياباني أيضا يو ييدا سجل هاتريك في مباراة اليوم. كرة من أجل هاتريك، لا راية موجودة وتسلل، تسلل يأتي على صالح، ويتساءل أيضا المدرب الإيطالي، ما فيها تسلل، هي لم تسجل نعم إلى خارج أرضية الملعب، لكن أيضا الراية كانت موجودة. لا والله ما فيها تسلل. صالح الشيري فرصتين، ما أدراك لتلك الجزاء، كان بالإمكان أن يتعامل بشكل أفضل، كان بالإمكان أن يكون حاضر بسوبر هاتريك حتى هذه اللحظة. كرة إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى يوسف بوت، ولمصلحة الأخضر هدف في الشوط الأول مبكر، وهدف مبكر من علامة الجزاء في الشوط الثاني وفي المرتين عن طريق صالح الشيري. كرة ملعوبة الآن، بعيدة تماما، صفرة من حنا حطاب، خطأ يأتي لمصلحة المنتخب الباكستاني. علي البليهي متقدم، وبالتالي يأتي الخطأ، هذه الكرة وهذا الالتحام اللي كان موجود ما بين السلولي وما بين اللاعب راهيش نابي. بمناسبة مجموعة من اللاعبين في منتخب باكستان من الأسماء اللي مولودة خارج باكستان، الباكستانيين المهاجرين اللي يعيشون في أوروبا، وهذا أمر بدأت تطبيقه الفلبين، بدأت تطبقه أيضا حتى أفغانستان، بدأت تطبقه إندونيسيا، بدأت تطبقه الهند، بدأت تطبقه باكستان، الاستعانة باللاعبين اللي موجودين برا من أصول باكستانية يلعبون كرة قدم. مجموعة من اللاعبين اللي موجودين في أرضية الميدان إما من مواليد الدنمارك أو من مواليد إنجلترا، وبالتالي يلعبون كرة القدم، هنالك لا يجدون فرصة بكل تأكيد لتمثيل المنتخبات الأوروبية، وبالتالي يتم استدعائهم
لأن يكونوا حاضرين هنا لتشكيل منتخبات بلدانهم الآسيوية. كرة بمحاولة أمامية طالت على اللاعب هارون حامد الرشيد، اللاعب صاحب 20 سنة والرجل الذي بدأ مشواره بالمناسبة هارون مع فريق كويس بارك رينجرز، لأنه من مواليد لامبت هنالك في إنجلترا، وحاليا أعير إلى نادي غينغستونيان، وحاليا من دون أي نادي اللاعب هارون حامد. كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، أنا ما أتحدث عنه، مجموعة الأسماء اللي موجودة من مواليد خارج باكستان، اللاعب أوتيس خان الذي ترك أو موجود لازال موجود في أرضية الملعب، من يحمل شارة القيادة، ولد في 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 إنجلترا ويلعب حاليا على مستوى كرة القدم الإنجليزية مع نادي غريمسبي تاون. أيضا بقية الأسماء كذلك بدأ باكستان تفكر في هذا الموضوع بالاستعانة باللاعبين المولودين خارج باكستان من أصول باكستانية حتى وإن كان يحمل جواز سفر دولة أخرى. كرة بمحاولة تصل إلى سعود عبد الحميد، يبحث عن التقدم سعود، عادت المحاولة من جديد إلى سعود، لازالت مستمرة وقائمة بأقدام سعود، وصلت بعد ذلك إلى من؟ عن طريق مختار علي، يبحث عن التقدم مختار، يعيد الكرة إلى عون، عون يلعبها في الجهة اليسرى إلى علي البليهي، مرة أخرى إلى عون السلولي في الجهة اليمنى، حسان التنبكتي يبحث عن التقدم والمرور. حسان 11 دقيقة على بداية شوط المباراة الثاني، 56 دقيقة من عمر المباراة، والأخضر يتقدم بهدفين مقابل الأشياء على حساب المنتخب الباكستاني. كرة بمحاولة ملعوبة في الجهة اليمنى، تنبكتي يبحث عن من؟ يجد مختار، تمريرات ما بين اللاعبين الأخضر، وصلت إلى عون، عودة بالكرة بعد ذلك إلى البليهي في الجهة اليسرى أو بأقدام من؟ وصلت المحاولة عن طريق معاذ فقيه، يبحث عن التقدم، تغطية وإبعاد، وكرة إلى خارج أرضية الملعب عن طريق محمد عمر حياة هو من يبعد الكرة، والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى رمية التماس. ذكرت فارق كبير على مستوى التصنيف الدولي ما بين المنتخبين والتصنيف الآسيوي. كرة على مشارف المنطقة، تسديد حلو حلو، الكرة عن طريق عباس الحسن، هذا الرجل الحاضر أمامنا الآن، عباس سدد بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء، والكرة بعد ذلك وصلت في أحضان حارسي المرمى. هذه اللقطة، هذه المحاولة تصدى لها يوسف بوت، تصدى لها يوسف بوت، هذه الكرة والتسديدة من خارج منطقة الجزاء، تعود المحاولة من جديد لمصلحة منتخب باكستان هنا من الجهة اليمنى، ملعوبة عن طريق عالم جير، صافرة موجودة وخطأ لمعاذ، يفتقد معظم اللاعبين للخبرة الدولية، اسماء اللي موجودة في أرضية الملعب، الحديث عن ربما العويس قد يكون أكثر لاعبين خبرة ما بين كل الأسماء الحاضرة حاليا في أرضية الميدان بخمسين مباراة دولية، لكن باستثناء ذلك فلا وجود للاعب ما بين كل الأسماء تجاوز هذا الحاجز. كل الأسماء إما عندنا ثلاثة لاعبين يلعبون مباراتهم الدولية الأولى، وعندنا مجموعة من الأسماء التي لا زالت في بداية مشوارها مع الأخضر، ونعلم تماما بأن الأخضر في يوم من الأيام كان يمتلك عميد لاعبين العالم اللي هو محمد الدعيع برصيد 173 مباراة دولية، عندنا مجموعة كبيرة جدا حقيقة كان فيها دلالة على ثبات المستوى والاستمرارية في قائمة الأخضر ما بين الأسماء التي مثلت المنتخب السعودي في أكثر من 11-12 لاعب لعبوا للأخضر أكثر من 100 مباراة دولية. كرة إلى خارج أرضية الملعب، إبعاد، تعود المحاولة من جديد، صافرة موجودة وخطأ لمصلحة السلولي، ربما بطاقة صفراء، نعم الدار يظهر على البديل هارون حامد، هارون الرشيد حامد، هذه اللقطة هذه المحاولة هنا التدخل على عون السلولي،
البديل هارون. ربع ساعة أولى مرت على شوط المباراة الثاني، 2-0 لمصلحة الأخضر في مواجهة المنتخب الباكستاني. هذه ركلة الجزاء اللي نفذها صالح الشهري. توجيهات لمعاذ فقيهي بانتظار التبديل الأول ربما للمدرب روبرتو مانسيني الذي يستعد لإجراء تبديله الأول بدخول هساسي إلى أرضية الميدان. علي هساسي لاعب الاتفاق يستعد للنزول إلى أرضية الملعب في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة. بينما نشاهد أيضا عبد الله هادي هو الآخر يستعد للنزول. عبد الله هادي رديف، عبد الله رديف لاعب نادي الشباب يستعد للنزول إلى أرضية الميدان في اللحظات المتبقية من شوط المباراة الثاني. نصف ساعة ربما هي الوقت المتبقي أمام عبد الله رديف، و ما يمكن أن يقدم في الناحية الهجومية من خلال حضوره السادس بقميص المنتخب السعودي دوليا. هنا يبحث بكل تأكيد عن أن يكون حاضرا من خلال هذا اللقاء. مران يبدو من وجهة نظر شخصية هو الأقرب للخروج. كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، حاول عن طريق اللاعب فيصل الغامدي، وصلت إلى سعود عبد الحميد يبحث عن التقدم، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد إلى خارج أرضية الميدان. كرة تصل إلى ركلة ركنية، فيصل الغامدي يترك مكانه في أرضية الملعب، والبديل هو علي هزازي. علي هزازي راح ياخذ مكان فيصل في أرضية الميدان والتبديل. لا والله الشهري، صالح الشهري يترك أرضية الملعب للاعب محمد أو عبد الله رديف. عبد الله رديف إذن، وعلي هزازي البدلاء في شوط المباراة الثاني. هذه قصة الأهداف التي سجلها صالح الشهري، أولا لتسديدة وبعد ذلك من علامة الجزاء هدفي مباراة اليوم وهدفي التقدم والانتصار حتى هذه اللحظة عن طريق هذا الرجل اللي هو صالح الشهري يترك أرضية الملعب. البديل هو عبد الله رديف. عبد الله رديف 6 مباريات دولية مع المنتخب، الرجل الذي توج مع الهلال بلقب بطولة الدوري موسم 21-22، الرجل الذي أعير بعد ذلك لنادي التعاون وحاليا مع الشباب. كرة بمحاولة ملعوبة وابعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة، صافرة موجودة وخطأ، خطأ لمصلحة الأخضر ولمصلحة حسان التنبكتي، لمصلحة حسان التنبكتي. بينما الشهري يترك أرضية الميدان ويصافح الزملاء الذين يحيون على ما قدم من خلال أحداث هذا اللقاء وتسجيل لهدفين كان ممكن يكون لسوبر هاتريك في مباراة اليوم. محاولات أتيحت أمام صالح كان ممكن أن يسجل من خلالها ثلاثية ورباعية في هذا اللقاء، لكن أهدر الفرص أمام المرمى، سجل في مرتين. نعم سعودي بركلة حرة ثابتة إلى الجهة اليسرى ملعوبة داخل منطقة الجزاء، والتدخل الدفاعي والإبعاد إلى خارج أرضية الميدان. كرة تصل إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية، والأمور لا زالت بهدفين مقابل لا شيء. نبحث بكل تأكيد، نبحث عن هدف آخر، رابع، خامس، لملا في الدقائق القادمة من أحداث هذه المواجهة. كرة من ركلة ركنية، فقيه على التنفيذ بالقدم اليسرى، ملعوبة داخل منطقة الجزاء،
رأسية إبعاد لامسة باليد لكن حكم المباراة يشير بالاستمرارية. تسديدة بعد ذلك وكرة إلى خارج أرضية الملعب، محاولة كانت عن طريق مختار تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى أو نعم ركلة مرمى نتائج أعتقد جيدة بالنسبة للمنتخبات العربية في التصفيات وبداية مشوار التصفيات. كما ذكرت أن الأردن تعادلت خارج الديار مع طاجكستان، فلسطين ولبنان الفريقين أيضا تعادلوا، العراق انتصرت بخماسية، عمان بثلاثية، الإمارات برباعية، العنابي سجل النتيجة الأبرز بثمانية أهداف على حساب منتخب أفغانستان. الأخضر يتقدم بهدفين، اليمن والبحرين بعد لحظات أيضا عبر قنوات الكاس، سوريا تتقدم هي الأخرى على حساب منتخب كوريا الشمالية، وبالتالي نتائج جيدة للمنتخبات العربية من خلال هذه التصفيات حتى هذه اللحظة وفي مباريات الجولة الأولى. نتمنى نعم نظام التصفيات، هي المنتخبات الموجودة حاليا 36 منتخب تم توزيعها على 9 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 منتخب، يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى 1 نهائيات كأس آسيا القادمة أو بعد القادمة 2027، وإلى الأدوار النهائية من تصفيات كأس العالم 2026. أول والثاني من كل مجموعة يتأهلون إلى التصفيات النهائية، ومباشرة يتأهلون إلى كأس آسيا، كذي يكون عندنا 18 منتخب ضمينة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا القادمة أو بعد القادمة. صاحب المركز الثالث والرابع يلعبون تصفيات أخرى مع منتخبات أيضا قارية التي ودعت من الأدوار التمهيدية من أجل ضمان 6 مقاعد في نهائيات كأس آسيا القادمة. كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء للمنتخب الباكستاني، رأسية لكن مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. 18 منتخب اللي تتأهل إلى المرحلة القادمة تضمن المشاركة في كأس آسيا 2027 يتم إجراء قرعة فيما بينها، تلعب في 3 مجموعات، كل مجموعة فيها 6 منتخبات ذهابا وإيابا، 10 مباريات، يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، الثالث والرابع من كل مجموعة، 3 مجموعات، 6 منتخبات يلعبون فيما بينهم قرعة يسمون ما بينهم ويقسمونهم على مجموعتين، بطل كل مجموعة يتأهل بشكل مباشر، وبالتالي يكون عندنا 8 منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم بشكل مباشر، ويبقى نصف مقعد لأصحاب المركز الثاني في المجموعة الأخيرة أو المجموعتين الأخيرتين اللي فيها 3 منتخبات. هكذا هي التصفيات، فيها شوية تعقيد لكن ما أدري، أعتقد واضحة ولا لا. الفكرة في أن دائما التصفيات الآسيوية على مستوى الأندية والمنتخبات فيها شوية جزئيات يعني صعبة، لكن هي واضحة، تأهل يا أول يا ثاني من هذه المجموعة، بعدين راح تروح تتقسم المنتخبات ال 18 إلى 3 مجموعات، يا أول يا ثاني تروح مباشرة لكأس العالم. هكذا هي الحسبة الأسهل بالنسبة للتأهل لكأس العالم القادمة. كرة بعدت إلى خارج أرضية الملعب، مران لم يظهر اليوم بالصورة المطلوبة، محمد لاعب نادي النصر، هي مباراة دولية الثالثة يبدو بقميصي أو الخامس عفوا بقميصي الأخضر السعودي، لاعب يمتلك إمكانيات مميزة جدا، بطل آسيا في السنة الماضية تحت 23 سنة
وبطل آسيا أيضا بالسنة أو غرب آسيا بالسنة الماضية تحت 23 الرجل الذي أعير لنادي الطائي قبل موسمين ويتواجد حاليا مع نادي النصر. حضور جيد جدا, لاعب يمتلك فرصة الظهور المستمر مع تشكيلة الأخضر ومع المدرب روبرتو مانشيني في بقية منافسات هذه المجموعة في تصفيات كأس العالم وآسيا. بطاقة صفراء على من؟ تدخل على حارس المرمى ورديف يحصل على البطاقة الصفراء بعد تدخله مع يوسف بوت. رديف ينذر الآن بعد تدخله مع يوسف بوت. يأتي قرار حكم المواجهة الدولي السوري حنا حطاب ويعلن عن وجود خطأ على اللاعب البديل اللاعب عبدالله رديف. انذار على عبدالله رديف. نلعب في آخر 20 دقيقة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان, والأخضر يتقدم بهدفين مقابل لا شيء من خلال إحداث هذه المواجهة أولا وثانيا في الشوط أول وفي الشوط الثاني عن طريق اللاعب صالح الشهري. هذه الجماهير بكل تأكيد جاءت من أجل المساندة, ما قصروا حقيقة جماهير الحسا في تواجدهم مع العناب. أذكر بأن الجولة القادمة سيلعب المنتخب السعودي مباراته في عمان, الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم راح يلعب مباراته في دوشنبي في طاجكستان, والجولة الرابعة راح يذهب ويغادر إلى باكستان, ثم بعد ذلك يستضيف المنتخب الأردني والمنتخب الطاجيكي في نهاية مشواره على مستوى هذه التصفيات من أجل التأهل. هذه التصفيات المرحلة الأولى تنتهي في شهر يونيو من العام القادم, يونيو من العام القادم. كرة عن طريق علي البليهي, يعيد الكرة والمحاولة من جديد عبد الصمد أرشد. تغيير لاتجاه اللعب, تأتي عن طريق جنيد وبعدت الكرة من أمام جنيد, عادت في الجانب المقابل مرتدة للأخضر, لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد إلى خارج أرضية الميدان. كرة تصل إلى رمية التماس, رمية التماس حاول عن طريق علي البليهي. عون السلولي يبحث عن تقدم ومرور, لكن أيضا يضطر إلى إعادة الكرة والمحاولة الماضية أمامية الآن في الجهة اليمنى. سعود عبد الحميد عرضية داخل منطقة الجزاء ورأسية, لكن أيضا مرت الكرة, مرت لم تكن بالصورة المطلوبة. الارتقاء كان جميل من عبد الله رديف, لكن الكرة بعد ذلك أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل إلى خارج أرضية الميدان ومحاولة إلى رمية التماس, رمية التماس للمنتخب الباكستاني. كرة القدم تعتبر أيضا من الألعاب الشعبية في باكستان مع الكريكت والهوكي. طبعا نعلم تماما بأن الكريكت والهوكي في المرتبة الأولى على مستوى الألعاب الشعبية, لكن كرة القدم أيضا واحدة من أشهر الألعاب اللي موجودة في باكستان, وعندهم بريمير ليج باكستانيين انطلق في عام 2004, لكن آخر نسخة منه كانت قبل سنتين موسم 2021-2022 انطلق الدوري, وبعد أشهر قليلة توقف ثم تم إلغاء الدوري بسبب بعض الصراعات اللي موجودة داخليا بالنسبة لباكستان. أوقف الدوري على أمل أن ينطلق ربما في نسخته القادمة. كرة بمحاولة في الجهة اليسرى الآن وبعدت في التوقيت المناسب, سقوط في أرضية الملعب من أوتيس خان, والكرة بعد ذلك تحولت إلى صافرة وخطأ ربما على تنبكتي. خطأ يأتي على تنبكتي. هذه الكرة, هذه المحاولة, هذه اللقطة, و يسقط أوتيس خان في أرضية الملعب, وحسان تنبكتي يرتكب الخطأ. حكم المواجهة حنا حطاب
أعلن عن وجود الخطأ لمصلحة المنتخب الباكستاني. مجموعة من اللاعبين يتواجدون داخل منطقة الجزاء. محاولة ملعوبة رأسية تبعد بالتوقيت المناسب، تعود بعد ذلك وتسديدة خطيرة يأتي من خلالها التصدي من العويس. العويس يتصدى لمحاولة خطيرة جدا للمنتخب الباكستاني عن طريق اللاعب راهيش نابي. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة، وهذه التسديدة، لا التسديدة كانت من هارون، هارون هو اللي سدد، وبعد ذلك يأتي القرار بوجود التسلل على عبد الصمد البديل، عبد الصمد لاعب المهاجم عبد الصمد أرشد. أخطر محاولة لمصلحة منتخب باكستان جاءت عن طريق اللاعب هارون الرشيد. المنتخب حقق انتصاره الأول في تصفيات كأس العالم ضد كمبوديا قبل تقريبا شهر من الآن، يوم 17 أكتوبر من الشهر الماضي الفريق فاز على كمبوديا في التصفيات التمهيدية وتأهل إلى تصفيات المرحلة الثانية. الآن هذا أول فوز لباكستان في تصفيات كأس العالم، مناسب هذه التصفيات المشتركة أيضا، نادرا جدا نشاهد المنتخب الباكستاني يحقق انتصار للتصفيات بقيادة كونستانتين. جاء الانتصار الأول على يد هذا المدرب الإنجليزي. كرابي محاولة ملعوبة الآن لمصلحة المنتخب الباكستاني، يتصدى لها سعود عبد الحميد، إبعاد في التوقيت المناسب وعودة بالكرة والمحاولة إلى حارس المرمى محمد العويس. الكرة تأتي عن طريق حسان، بكل تأكيد أمر غير مقطع ما نشاهده من أداء بالنسبة علي الأخضر من خلال مباراة اليوم، على أمل أن يتحسن. كرة بمحاولة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى، لقطة كانت عن طريق يبدو معاذ فقيه. هذه اللقطة، هذه المحاولة وهذه التسديدة، معاذ وضع قدمه اليسرى لكن كرة تمرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى عند يوسف بوت. ركلة مرمى تبديلات أخرى قادمة الآن. عبد الإله المالكي معاذ فقيه يترك أرضية الملعب، وحسان كادش هو اللاعب البديل، ومران يترك مكانه لعبد الرحمن غريب. كبديل آخر قادم بالنسبة للمدرب روبرتو مانسيني من خلال أحداث شوط المباراة الثاني. تحية لهذه الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب الفتح الذي يحتضن المباراة الأولى للأخضر السعودي في تصفيات كأس العالم، والانتصار حتى هذه اللحظة بهدفين مقابل لا شيء عن طريق اللاعب صالح الشهري. حسن كادش يدخل إلى أرضية الميدان في شوط المباراة الثاني، وعبد الرحمن غريب أيضا، هذا كادش بالجهات اليسرى يبحث عن عرضية، يبحث
لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب. كرة تحولت إلى خارج أرضية الميدان والمحاولة إلى ركلة مرمى أو رمية التماس. هذا حسن كادش حاول المرور لكن بعد ذلك تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب وكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. تبديلات في الجانب المقابل أيضا على مستوى تشكيلة المنتخب الباكستاني. رجب يترك أو يدخل إلى أرضية ملعب اللاعب رقم 12 رجب علي، وترك أرضية الميدان عبد الصمد ترك أرضية ملعب. كرة بمحاولة من عبد الرحمن غريب، عرضية ملعوبة لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد البدلاء في الشوط الثاني. عليه حساسي، رتيف، غريب هم اللي عليهم الأنظار الآن فيما تبقى من أحداث في هذه المواجهة من أجل هدف آخر على مستوى الدقائق المتبقية هنا في هذا اللقاء والمتبقية من خلال أحداث في هذه المواجهة. كرة بمحاولة ملعوبة الآن عبد الإله المالكي، عرضية داخل منطقة الجزاء لكن لم تكن بالصورة المطلوبة، عادت إلى عبد الرحمن غريب. غريب 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 موسم رائع جدا لعبد الرحمن غريب، وأداء أيضا رائع جدا لعبد الرحمن، رجل يقدم الكثير مع ناديه في بطولة الدوري هذا الموسم، واللاعب الذي ظهر في أكثر من مناسبة وقدم حضورا متميزا. عبد الرحمن غريب يأتي اليوم لأن يكون حاضرا على مستوى هذه المواجهة في مباراة الدولية رقم 20. عبد الرحمن بالمناسبة عنده هدف دولي واحد فقط سجل في مباراة ودية على حساب المنتخب اليمني قبل 5 سنوات من الآن، وبالتحديد في نوفمبر من العام 2018. كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية الكرة لكن كرة رجيف لم تكن بالشكل المطلوب، عادت عن طريق عود أمامية الكرة والمحاولة بعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد مرتدة لكن البليهي يتواجد سيطر على كرته بالشكل المطلوب، عيدها إلى حسان إلى حارس المرمى العويس. تمريرات ما بين ثلاث الهلال تنبكتي والبليهي والعويس، يتدخل الآن عونا وسندا من أجل إبعاد الكرة والمحاولة الماضية تعود في منتصف ملعب المباراة للجهة اليسرى. أيضا عرضية داخل منطقة الجزاء، محمد عويس دائما في الموعد، رجل أثبت دائما بأنه لما يطلب منه يكون موجود وحاضر في الموعد. 32 سنة لمحمد عويس، واحد من مجموعة أسماء أيضا خلال سنوات وسنوات لعبت للمنتخب السعودي. نعم لعبت المنتخب مجموعة من الأسماء وفي حراسة المرمى أيضا كانت حاضرة ومؤثرة وبشكل كبير جدا. يكفي بأن نذكر الأخوان تعيع مثلا على مستوى حراسة المرمى، مبروك مجموعة كبيرة جدا من الأسماء حاليا أيضا، معيوف حاضر، العويس حاضر، هنالك النجار حاضر أيضا على مستوى تشكيلة الأخضر، وأيضا حضور لا ننسى لنواف العقيدي الذي أعتقد من وجهة نظر شخصية بأنه قد يكون الاسم الأبرز على مستوى حراسة مرمى المنتخب السعودي ربما في بطولة كأس العالم 2026 إذا ما استمر بتقديم مستوياته المميزة نواف العقيدي. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ يأتي بصافرة حنة حطاب على لمصلحة سعود عبد الحميد. هذه الكرة، هذه المحاولة والتدخل من لاعبي المنتخب الباكستاني هذا راهش نابي هو من تدخل على سعود، وحكم المباراة أشار إلى وجود خطأ. أمامية ملعوبة الآن أبعدت من أمام رديف، عادت المحاولة. أنا متأكد تماما لأن مجموعة كبيرة من متابعي قنوات الكاس حاليا يستمعون إلى مجموعة من الأسماء في تشكيلة المنتخب السعودي وهم يستغربون ربما هذه الأسماء لم يعتادوا عليها. في ناس يعني متابعين للدوري ويعلم تماما لأن مجموعة حتى من اللاعبين لا يتواجدون بشكل أساسي مع أنديتهم في بطولة الدوري يلعبون احتياطي، اليوم موجودين في تشكيلة المنتخب. بالتالي هذه الأسماء اللي يراهن عليها روبرتو ماسي، راهن اليوم وفي المباراة القادمة أمام المنتخب الأردني. الجالية الباكستانية الحاضرة
في مدرجات ملعب المواجهة. دولة كبيرة باكستان يعني في جنوب آسيا، خامس أكبر دولة من ناحية التعداد السكاني بعد الصين، الهند، الولايات المتحدة وإندونيسيا. تأتي باكستان بتعداد يصل إلى 242 مليون نسمة. ذكرت بأن 97% من هؤلاء مسلمين. عاصمتها إسلام آباد، ومن أهم وأكبر مدنها كراتشي، لغتها الرسمية الأوردو والإنجليزية. الإنجليزية باكستان بلغة أهلها، باكستان تعني أرض الطهر هكذا بلغة أهلها، لغة الأوردو. ونعلم تماما أن هذه الدولة انفصلت في عام 1947 عن الهند نتيجة لحركة باكستان بقيادة محمد جناح. وتخيل أن في عام 1971 بعد الحرب الأهلية أدت هذه الحرب إلى انفصال باكستان الشرقية اللي هي بنغلاديش حاليا، يعني بنغلاديش انفصلت من باكستان، باكستان انفصلت من الهند. يعني قبل عام 1947 كانوا دولة واحدة. تخيل لو لا زالوا دولة واحدة، الأكثر من تعداد السكاني، الأكبر من ناحية المساحة، أكبر دولة تسليحا في العالم، اقتصاد قوي، بطل العالم كريكت، أوكي، حتى كرة قدم. كرة في الدقائق الأربع الأخيرة على مستوى أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والأمور بهدفين مقابل لا شيء عن طريق صالح الشهري أولا في الشوط الأول، وثانيا من علامة الجزاء في الشوط الثاني. باستثناء ذلك لا وجود للشيء الكثير من خلال أحداث هذه المواجهة بالنسبة للأخضر. الأهم هو الانتصار ونقاط المباراة الثلاث في بداية المشوار. نعم، والمهم سيكون حاضر في المواجهات القادمة بالنسبة للمدرب روبرتو مانشيني، لكن يجب أن يعلم بأن هنالك الكثير من العمل القادم أمامه إذا ما أراد فعلياً أن يتجاوز وأن يصل إلى الدور القادم، وبعد ذلك يذهب إلى نهائيات كأس العالم. 8 مقاعد ونص لآسيا، من مقعدين راحت السعودية، من 3 راحت السعودية، من 8 روبرتو مانشيني. إن لم تذهب السعودية الأمر سيكون بمثابة يعني الصاعقة والصدمة على الجماهير. كرة بمحاولة الآن وبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى. هزازي يلعبها في الجهات اليمنى إلى سعود، أمامية من سعود الآن، البحث عن العرضية. غريب الجهات اليمنى يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، عادت مرة أخرى لمصلحة غريب، لمسة بعد ذلك من عباس في الجهة اليمنى، لكن طالت على الجميع وتحولت في الجانب المقابل وعادت عن طريق اللاعب هارون الرشيد. كرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. هذا محمد عمر حياة، وهنا روبرتو مانشيني، هذا المدرب ستيفن كونستانتين، رابع أو خامس مدرب إنجليزي يدرب منتخب باكستان. باكستان مروا عليه أيضا بالمناسبة مدربين عرب، في مدربين عرب اثنين دربوا المنتخب الباكستاني، والاثنين من 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 البحرين. كابتن سلمان شريدة في فترة من الفترات درب المنتخب الباكستاني في الفترة ما بين 2005 إلى 2007، وبعد ذلك أيضا محمد الشملان درب المنتخب الباكستاني في الفترة ما بين 2013 إلى عام 2015. محاولة للأخضر على مشارك في منطقة الجزاء، وصلت إلى عبد الرحمن غريب، يلعبها في الجهات اليسرى. حسن كادش، أمامية من حسن داخل المنطقة، عباس تسديدة لكن أيضا اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة ركنية الآن.
ركنية على يمين حارس المرمى يوسف بوت ولمصلحة الأخضر. حاول من أجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة على مستوى الوقت الأصلي لهذه المواجهة إبعاد في التوقيت المناسب. تعود المحاولة من جديد للمنتخب الباكستاني. عبد الإله وبعدة الكرة من أمام العمري عادت مرة أخرى وصلت إلى عون أسلولي يبحث عن مساندة. خمس دقائق ستضاف كوقت بدل ضايع على أحداث شوط المباراة الثاني. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والأخضر يتقدم بهدفين مقابل لا شيء على حساب المنتخب الباكستاني. هذا كونستانتي كما ذكرت انتصار يضع المنتخب السعودي على مستوى صدارة هذه المجموعة، المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية. كرة بانطلاقة من سعود عبد الحميد داخل منطقة الجزاء، عرضية من سعود عبد الرحمن غريب، هو غريب إلا عن منطقة الجزاء ليعلم تماما الطريق إلى المرمى ويسجل الهدف الثالث. الثالث يأتي عن طريق غريب عبد الرحمن، ثاني أهدافه الدولية بقميص منتخب بلادي المنتخب السعودي، يضع الكرة ويعلن عن ثالث الأهداف. هذه الكرة شوف سعود، شوف سعود، شوف سعود عبد الحميد هيها بطريقة مثالية جدا، وبعد ذلك عبد الرحمن بطريقة في غاية الروعة يضع الكرة في المرمى. حلوة العرضية من سعود وحلوة النهاية من عبد الرحمن. الله 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 يا عبد الرحمن قبل ما تنزل على الأرض وبالقدم اليمنى، هذه العرضية وهذه الكرة، هذه الكرة، هذه الكرة، هدف ثالث للأخضر وعن طريق عبد الرحمن غريب. غريب يسجل الهدف الثالث إذن في مباراته الدولية رقم 20، ثاني أهداف بقميص الأخضر كما ذكرت، سجل دوليا وديا على مستوى مواجهة المنتخب اليمني، واليوم يسجل رسميا وفي تصفيات كأس العالم، في تصفيات كأس العالم يسجل عبد الرحمن غريب. 3-0 ثلاثة يعني نوعا نوعا شكلها أحلى، أحلى من الاثنين، ولو يجي الرابع يكون الشكل مرضي تماما أعتقد بالنسبة للشوط الثاني على أقل تقدير وما قدمه المنتخب السعودي من خلال أحداث هذه المواجهة. كرة تبعد إلى خارج أرضية الميدان، مختار علي حاضرا جماهير الأخضر في مدرجات ملعب الفتح وفي ميدان الفتح بكل تأكيد سعيدين بهذه النتيجة وينتظرون المزيد خلال الفترة القادمة والمواجهات القادمة من خلال منافسات هذه البطولة. كرة بمحاولة ملعوبة الآن، صافرة موجودة وخطر. ركلة حرة غير مباشرة، راية موجودة على أوتيس خان، هدف ثالث جميل يأتي عن طريق عبد الرحمن غريب. عبد الإله بالجهات اليمنى مرة أخرى إلى سعود، وصلت إلى عبد الرحمن من جديد، لا زالت مستمرة لكن أيضا أبعدت من أمام من؟ أبعدت من أمام عبد الله رديف، أبعدت من أمام عبد الله رديف. الكرة والمحاولة الماضية تصل إلى رمية التماس، كرة في المنتصف عباس الحسن، تغيير لاتجاه اللعب، عادت المحاولة مرة أخرى عن طريق عبد الرحمن غريب إلى عباس حسن يبحث عن التقدم والمرور الآن، والكرة كما ذكرت يعني في بداية اللقاء الانتصار يعني مضمون مضمون ونتيجة المباراة حاضرة للمنتخب، وبالتالي نبحث عن أن يكون الأداء مقنع والصورة مرضية
كرة من عبد الرحمن غريب. آخر لحظات هذه المواجهة، الدقيقة 5 من أصل 5 دقائق مقدرة ومحتسبة كوقت بدل ضايع. جميلة جدا التمريرة إلى حسن كادش في الجهات اليسرى، عرضية من كادش داخل منطقة الجزاء، رديف يحاول لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب، إبعاد في التوقيت المناسب وتدخل من التنبكتي حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب، لا وجود للخطأ في الكرة والمحاولة الماضية. وقت الأصلي انتهى والدقائق 5 المقدرة كوقت بدل ضائع أيضا هي الأخرى انتهت، وبالتالي الانتصار يأتي بثلاثية نظيفة لمصلحة الأخضر إلا إذا كان لرديف رأي آخر. بالأساسي ولا برديف، الأخضر دائم الحضور والتسجيل، وفي الوقت بدل الضائع يأتي رديف ويسجل الرابع لمصلحة المملكة، الرابع للأخضر، رباعية نظيفة في اللحظات الأخيرة عن طريق عبد الله رديف. الحين صار شكلها أحلى، الحين 4-0 مقنعة وأحلى مما كانت عليه الأمور طوال هذه المواجهة. المهم في النهاية الصورة كانت جميلة بالنسبة للأخضر هنا في الحسا وفي ملعب الفتح، الانتصار في مباراة الافتتاحية على حساب منتخب باكستان ب4 أهداف نظيفة أعطت المنتخب السعودي الانطلاقة وصدارة هذه المجموعة. بعدها حنا حطاب حكم المواجهة على نهاية هذا اللقاء بانتصار سعودي برباعية مقابل لا شيء على حساب منتخب باكستان في أول مواجهة رسمية ما بين الفريقين.